الأمريكيون من أصول مغاربية بالتعاون مع مستشفيات أمريكية متخصصة مبادرة خيرية للتكفل بعلاج مئات الأطفال الذين يعانون من أمراض مزمنة استعصت على العلاج في دول شمال أفريقيا. المبادرة التي أطلق عليها تسمية جمعية الصحة الأمريكية المغاربية تحرص على الجمع بين الخبرة الأمريكية في علاج الأمراض المزمنة ومهارات أطباء أمريكيين متطوعين، إضافة إلى تبرعات الأمريكيين لعلاج الأطفال المرضى. 30 سنة وقليل هي عمر وجود الطبيبة الجزائرية رحمون روني في أمريكا، فترة انقطعت خلالها أشواطا كبيرة في تطوير مهاراتها العلمية والأكاديمية، لكنها أخيرا وجدت الطريق بمعية أطباء أمريكيين ومغاربيين إلى إنشاء أول جمعية خيرية أمريكية لمساعدة الأطفال الذين يعانون من أمراض مزمنة في دول المغرب العربي. وراء كل عمل خيري مشاعر إنسانية عالية، ما حرك مشاعرنا هو حالة الطفل منيب الذي طالبت عائلته المساعدة عبر موقع اليوتيوب، والذي كان يعاني من مرض مزمن في عموده الفقري. استخدمنا منيب إلى أمريكا وتم علاجه، وهو الآن طفل طبيعي وسعيد ومن غير أمراض. في هذا المشروع الخيري تلتقي رحمون مع طبيب آخر يشترك معها في الانتماء إلى الوطن الأصل ومهنة الطب وفي الغرض الإنساني. الدكتور عز الدين إسطنبولي جزائري آخر جاء إلى أمريكا قبل 40 عاما، وهو الآن يقيم علاقة تواصل دائمة بين عائلات الأطفال المرضى في الجزائر وأطباء ومستشفيات متخصصة هنا في أمريكا. اشتغلت على هذا المشروع، والمشروع هذا حيتعامل إن شاء الله في تونس، والأطفال حيجيوا إن شاء الله من طالب من الجزائر ويمكن من المغرب، لأن حاولوا نجيبوا أطفال من عدة دول مش بس من الجزائر. هذه الستيب 2 يعني شهر جون جولاي حنعملوا الليست وحنبداو نشتغلوا فيها فيري هارد، يعني العملية حتكون إن شاء الله في سبتمبر. إسطنبولي يقول أن تجربة الحياة في أمريكا أقنعته بضرورة تقديم هذه المساعدة إلى عائلات عاجزة على علاج أطفالها، ويضيف إن الذي زاد في حماسته أكثر أن مساعيه وجدت استجابة واسعة من قبل أطباء ومستشفيات متخصصة في هذا النوع من الأمراض التي تهدد حياة مئات الأطفال في دول المغرب العربي. لا تتحس شعور لما تعطي، يعني تساهم في عيش ولا في إحسان يعني حالة معينة. في هذا المساء أوصل إسطنبولي ورحمونة صوت دعوتهم إلى قطاع واسع من أبناء الجالية الجزائرية والمغاربية في واشنطن. نفس الإرادة والتجربة تحدث الآن مع 25 طفلا آخر من الجزائر ودول شمال إفريقيا، لكن هذه المرة بهجرة عكسية، بأطباء عرب وأمريكيين يهاجرون من أمريكا إلى تونس لتقديم العلاج لهؤلاء الأطفال. رابح فلالي، الحرة، واشنطن.